سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم الطف بإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وجوعاء فأطعمهم، وعراة فاكسهم. اللهم أغلقت في وجوههم الأبواب، ولم يبق إلا باب الحي القيوم القادر الناصر. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ألا إن نصر الله قريب. فاللهم عجل بنصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز. اللهم اجمع كلمتهم، اللهم سدد رميهم، اللهم صوب سهامهم. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، يا قوي يا عزيز. اللهم لعنهم لعنا كبيرا، ودمرهم تدميرا، ومزقهم كل ممزق. اللهم أسقط طائراتهم، وأغرق سفنهم، ودمر دباباتهم، وفجر القنابل فيهم، واجعل دعاءنا عليهم نهاية، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اجعل بأسك وعذابك عليهم سنين كسني يوسف، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم فرح المؤمنين بتحرير مسجد الأقصى من قبضة الغاصبين. اللهم حرر المسجد الأقصى من درن الغاصبين. اللهم أعده شامخا عزيزا إلى حوزة المسلمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا دعاءنا، يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.